إن بتكلم السيد الرئيس تكلم عن معاملات تجارية تقوم حولها شبهة النصب والاحتيال، وبالتالي اليوم نحن لسنا بالنيابة عن مكاتبي المتابع وليس بجهة قضاء في المدينة. هذه المسائل هذه هي باختصاص القضاء وحده. ما فعلناه فقط في المجلس السياسي هو أننا فعلنا ونزلنا مقتضيات الواردة سواء في ضابط الداخلي أو في القانون الأساسي وكذلك في نطاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة. وبالتالي الجهة التي تنظر في الملف وتحقق في مدى جدية الشكاية من عدمها أكيد وفي إطار التفاعل كذلك مع مجموعة من الأسئلة، اليوم راه ما عندناش شكاية وحدة، راه عندنا أربع شكايات، وبالتالي حنايا لا نسمح نهائيا بأي شكايات فردية، راه كاينة العناصر التقديرية ديال الموضوع، هذه الشكايات سيتم إحالتها على لجنة الأخلاقيات هي التي تثبت في الملف بناء على المغطيات وبناء على الوقائع التي تتوفر لها. وبالتالي نحن ما فعلناه كمكتب سياسي فقط هو تفعيل لمقتضيات قانونية في إطار قانوني لا يخالف بتاتا المقتضيات القانونية، ويكفي أن ترجعوا معنا لمقتضيات المادة 106 من النظام الداخلي وكذلك مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي وجميع مقتضيات بنود ميثاق أخلاقية حزب الأصالة والمعاصرة بما فيها ديباجته. وبالتالي لمجرد الشك ولمجرد الشك في سلوك أحد المنخرطين سواء كان قيادة أو منخرط عادي أو من يتولى المسؤولية التنظيمية، والمادة 106 كانت واضحة اللي كتعطي الحق للمكتب السياسي باش يجمد ويحيل باش يجمد العضوية سواء للنواب البرلمانيين كذلك رؤساء المنظمات الموازية أعضاء ديال المكتب السياسي ويحيل اتخاذ القرار المناسب. وشكرا على التفاعل ديالكم.